أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب التفويض إلى الرسول وإلى الأئمة في أمر الدين من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث عن زراره قال سمعت ابا جعفر وابا عبد الله عليهما السلام يقولان ان الله عز وجل فوض الى نبيه صلى الله عليه واله امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الحديث يبين حكمة من حكمة من حكم التفويض لماذا الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بآدابه ثم فوض إليه دينه فالرسول صلى الله عليه واله له الولايه التشريعيه حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسول، وعلمه، وعصمه، وفوض اليه التشريع. فتارة الله سبحانه وتعالى يشرع الاحكام مباشرة وهي الفرائض، وتارة الرسول صلى الله عليه واله بما علمه الله يشرع، فتكون سنة الرسول صلى الله عليه واله، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يعمل عبثا ولا يعمل عملا من غير غرض. هذا الحديث يبين جانبا من جوانب الحكمة في ذلك. وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد تكليف عباده. زين شنو الفرق بين إيصال الحكم إلى العباد، بين أن يشرع الله سبحانه وتعالى الحكم مباشرة، أو يعلم الرسول، فالرسول صلى الله عليه واله يصدر ذلك الحكم، النتيجة أن الحكم وصل إلى الناس، وعلى الناس أن يطيعوا. إنما الله سبحانه وتعالى فوّض لينظر إلى طاعة الناس. لننظر كيف تعملون. الله أزلاً يعلم بأعمال العباد، وبمصيرهم إلى الجنة أو إلى النار، لكن العلم الأزلي لا ينافي اختيار الناس، وقد ذكرنا فيما مضى في باب التوحيد هذا المثال: نحن نعلم بأن الشمس غداً ستطلع. هل علمنا سبب طلوع الشمس غدًا؟ كلا، علمنا ليس سببًا في هذا الطلوع. في الأعمال الاختيارية، الأستاذ في أول السنة ينظر يرى أن هذا الطالب نشيط، وهذا الطالب ذكي. فيعلم بأن هذا الطالب في نهاية السنة سينجح. هل علم الأستاذ سبب نجاح هذا الطالب؟ كلا، وإنما سبب نجاح هذا الطالب عمله، التفاته إلى الدرس، تحضيره للدرس. وهل عمل الأستاذ له حينما يدرسه؟ كلا، لأن الأستاذ يعلم بأنه لو درّسه فهذا باختياره يتعلم ويطالع ويحقق فباختياره سينجح في نهاية السنة، زين الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا بأعمال العباد، لكن إرساله الرسل وإنزاله الكتب وتكليف الناس لا يكون لغوا، لأن علمه بنجاح الناجح وبشقاء الشقي ليس مؤثرا في نجاحهم في سعادتهم او في شقائهم. ولكن اذا لم يكن يرسل ما كانوا ينجحون الناجحون منهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب ويكلف والانسان باختياره يختار الايمان او الكفر او الفسق وسيترتب عليه النتيجه بأنه يكون من أهل الجنة بحسن اختياره أو من أهل النار بسوء اختياره، لكن هنا يأتي شيء وهو الامتحان، بعض الناس يسهل عليهم إطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن يصعب عليهم إطاعة إنسان هذا الإنسان يكون مثلهم هذا صعب عليهم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرنيتين عظيم. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. فبعض الامتحان هو في هذا ان هذا الحكم يصدره الرسول. بعض الناس يصعب عليهم. كثير من الاحيان هذا الامتحان هو المقصود. يعني مثلا في مساله القبله الله سبحانه وتعالى في سوره البقره يقول: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. الله سبحانه وتعالى أراد الامتحان ضمن العلل الأخرى، فلذا أمرهم في البداية أن يصلوا باتجاه بيت المقدس، وبعد ذلك نسخ ذلك الحكم وأمرهم بأن يصلوا باتجاه الكعبة، مع أنه لو من الأول الله سبحانه وتعالى كان يأمرهم بالصلاة باتجاه الكعبة من الأول ما كان في مشكلة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد امتحانهم من هذه الزاويه ايضا، اضافه الى الفوائد والعلل الاخرى. لنعلم يعني ليظهر ما علمناه. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا الحديث الشريف يشير الى هذه الحقيقه. سمعت ابا جعفر الامام الباقر وأبا عبد الله الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام يقولان إن الله عز وجل فوض إلى نبيه أمر خلقه لماذا؟ لينظر كيف طاعتهم يعني ليظهر ما علمه لننظر كيف تعملون الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل ليس معناه أنه لم يكن يعلم ثم أراد أن يعلم كلا وإنما أراد أن يظهر ما علمه وأن يظهر ما علمه مثل مثال الامتحان اللي ذكرناه في المدرسة هذا الطالب مؤكد مية ناجح لكن مع ذلك لازم يشترك في الامتحان وذاك الطالب مدرس يعلم بأنه مية بالمية ساقط لكن مع ذلك لازم يشترك في الامتحان ليظهر ما علمه هو المعلم هسه بالنسبة إلى كثير من التلاميذ يمكن المعلم يجهل لأنه بشر ليس له علم الغيب لكن بالنسبة إلى البعض يعلم <applause> نقول لزين ما هو هذا الامتحان شنو هذا اللاغو كلا ليس باللاغو لأنه إذا بدون امتحان يصعد ذاك وبدون امتحان يسقط هذا، هنا الحجه تكون على الاستاذ، لماذا سقطته؟ لماذا رفعته بدون امتحان؟ فالثواب والعقاب ليس على العلم وانما على العمل ولو انه يعلم ذلك العمل. فوض الى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعته تاتي. طاعتهم لينظر كيف طاعتهم. والامتحان ورد في آيات كثيرة كقوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم تلا هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث الثالث. وأما الحديث الرابع فهو حديث طويل وفيه ذكر لبعض الأمثلة عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر قيس الماصر كان من أصحاب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام والإمام علمه الكلام يعني علم العقائد. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بعد واقعة كربلاء كانت فترة جدا شديدة على آل البيت وعلى المسلمين بشكل عام. لأن البطش والإرهاب الأموي ازداد بشكل رهيب. في هذه الفترة كان الحجاج حاكما على العراق عشرين عاما وأمثال الحجاج وفي هذه الفترة وقعت وقعت ضرب الكعبة بالمنجنيق وقعت وقعت الحرة حيث أبيحت المدينة وهكذا من قضايا فترة بطش وإرهاب جدا شديد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لابقاء نور الله سبحانه وتعالى. استعمل طرق ذكيه جدا منها طريقه الدعاء، منها طريقه شراء العبيد، وتعليمهم، ومن ثم عتقهم ليرجعوا الى مناطقهم مبلغين. من جملة ذلك علم بعض الخواص مجموعة من العلوم منها علم الكلام علمها لقيس الماصر وقيس الماصر صارت له جماعة يعلمهم ما تعلم من الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فهؤلاء كانوا متكلمون بعد الإمام زين العابدين كانوا يأتون إلى الإمام الباقر الإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام فيزدادون علما أو إذا شبهات مثلا يأتون إلى الأئمة ليجيبوا عنها لبعض أصحاب قيس الماصر الإمام عليه الصلاة والسلام سمعته يقول هذا الكلام يقول فضيل بن يسر إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه الله سبحانه وتعالى حينما يخلق يخلق شيء لا تفاوت فيه. في سورة الملك الله سبحانه وتعالى يشير الى هذا الامر، وأيضا في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يشير الى هذا الامر. اذا هناك خلل هذا الخلل بسبب الانسان نفسه، على كل حال فالله سبحانه وتعالى يتقن كل شيء، هنا في هذا الحديث يقول: إن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه فأحسن أدبه، ذكرنا أن الأدب هو ملكة ناشئة عن التعليم، وتدعو الإنسان إلى فعل الكمالات، وإلى الإجتناب عن القبائح. الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسول، علمه بافضل طريقه فلما اكمل له الادب قال: انك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين والامه امر الدين يعني الولايه التشريعيه أو ولاية السلطة على الناس. أمر الدين وأمر الأمة. يعني الولاية التشريعية وولاية السلطة على الناس. حسب تعبير اليوم الولاية السلطة التنفيذية. يعني الله سبحانه وتعالى فوض إلى الرسول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لماذا؟ ليسوس عباده. ساس يسوس سياسة بمعنى ولي امرهم وقادهم يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ومن لطف الله على عباده ان يجعل احسن النظم واحسن القادة لهم هسه اذا الناس خالفوا فلانهم مختارون والله سبحانه وتعالى ما اراد ان يكرههم يعني اذا واحد ما يريد يتبع الاسلام الله لا يجبره لا إكراه في الدين لا تشريعا يجبره ولا تكوينا يجبره ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يجبر الناس وهديناه النجدين الله سبحانه وتعالى أراه الطريقتين الحق والباطل وأرسل الأنبياء هذا من حيث التشريع. وجعل هؤلاء ساسة للعباد. الرسول صلى الله عليه واله الحاكم المعصوم. والانسان هنا ما عنده اختيار. لانه العقل يقول مع وجود معصوم لا يخطئ المفروض هو يكون الحاكم. هسه الان في عالم اليوم لماذا يقولون بالديمقراطيه السبب في ذلك انه جربوا شافوا الاستبداد سيء جدا فلذا قالوا ان الناس لهم الاختيار في ان يختاروا الحاكم الذي يريدونه لمده معينه ثم بعد ذلك اما يجددوا له او يغيروه وهذا النظام الديمقراطي أفضل من النظام الاستبدادي زين العقلم يقول كذلك يعني إذا أنت تشوف بين أنظمة نظام سيء ونظام أحسن المفروض أن تختار النظام الأحسن لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام بشر ليسوا بمعصومين لهم شهوات لهم غرائز لهم حب السلطة حب الاستئثار بالسلطة بالمال لذلك قيده عن طريق مثلاً آليات مختلفة من جملة تلك الآليات الديمقراطية. لكن إذا الحاكم معصوم لا يخطئ مرتبط بالله سبحانه وتعالى وحكمه صحيح مئة بالمئة في كل شيء. زين يعني العقل سقط النظر عن, عن الشرع يقول هو هذا الذي لازم يكون الحاكم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخياره. فلذلك هذا قطع النظر عن الدليل الشرعي العقل يدل على أن السلطة على الناس لا بد أن تكون بيد المعصوم والحكمة في ذلك لذا الله سبحانه وتعالى جعل السلطة لرسوله صلى الله عليه وآله نعم إذا في مورد ماكو وحي زين ويرتبط بالأمور العامة فلا بأس وأمرهم شورى بينهم لكن إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي عين، خلاص الناس ليس لهم الخياره. ولو اجمعوا على شيء ما لهم الخياره، لان الحكم ان الحكم الا لله. فإذا الله سبحانه وتعالى اصطفى رسوله، عصمه، أدبه، فلذا مقتضى الحكمه ان يكون هو الحاكم. ليسوس عباده. زين. فامر بذلك فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين. الامام يبين عصمه الرسول وان اختيار الله سبحانه وتعالى له لسياسه الخلق ليس عبثا وان رسول الله صلى الله عليه واله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس يعني معصوم أما التسديد بمعنى الاستقامة وإصابة الواقع نقول سدد رميته يعني شنو؟ يعني أصاب الهدف الرسول مسدد يعني الله سبحانه وتعالى يعصمه لذلك أي قرار من قراراته صحيح مئة بالمئة موفقا، التوفيق شنو هو؟ وما توفيقي الا بالله، التوفيق بمعنى اجتماع الاسباب بحيث بعضها يكون وفق البعض الاخر للوصول الى النتيجه. الرسول كان موفق، يعني السبب الذي يختاره لانه معصوم هذا السبب وسائر الاسباب توصل الى النتيجه. مؤيدا، التاييد هو التقويه. مؤيدا بروح القدس. وحول عيسى عليه الصلاه والسلام الايه تقول وايدناه بروح القدس. هكذا سار الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام. هم مؤيدون بروح القدس. زين روح القدس <applause> الذي كان مع الرسول صلى الله عليه واله هو جبرائيل عليه السلام. لكن يظهر من بعض الاحاديث كما سياتي لاحقا ان شاء الله ان روح القدس كالملك. الملك اسم جنس يعني كلي ينطبق على مصادق كثيرة لذا عندنا ملائكة روح القدس كذلك أيضا كلي ينطبق على مصادق كثيرة فجبرائيل عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو الذي يحدث الأئمة ولكن مع كل إمام روح قدس خاص اضافة إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فإذا عندما يكون مؤدب بآداب الله وحينما يكون معصوم فاختيار غيره للسلطة هذا خلاف العقل أصلا. اختيار الناس لغيره هذا ضلال. قرات ان بعض المعتزله اظن منهم ابن ابي الحديد كانوا يعتقدون بعصمه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام لان عصمته ثابته من الاحاديث الشريفه التي رواها الفريقان مثلا قول الرسول صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار او قوله صلى الله عليه واله علي مع القران والقران مع علي اذا واحد دائما مع الحق يعني لا يخطئ لا يخطئ يعني معصوم اذا واحد دائما مع القران القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الذي دائما مع القران يعني لا يخطئ بس فضلا عن العصيان لذا من منفي عنه زين فالادله تدل على عصمه علي عليه الصلاه والسلام لكن المعتزله من حيث الاصول هم يعتقدون بالخلفاء الثلاثة قبل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويعتقدون أن علي عليه السلام على رغم أنه معصوم لكنه لم يكن حاكما معينا من قبل الله حسب زعمهم في زمان الثلاثة ولذا في مقدمة شرح نهج البلاغة يقول والحمد لله الذي فضل, فضل المفضول على الفاضل يعني الله سبحانه وتعالى رجح المفضول الذي غير معصوم على الفاضل اللي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو المعصوم لكن هذا الكلام عقلا فيه إشكال لأن خلاف العقل والمعتزلة يعني ناس بالنتيجة يعتنون بالعقل يعتقدون بحجيته هذا خلاف العقل كيف يمكن أن يجعله الله سبحانه وتعالى معصوما لا يخطئ، عالما وأعلم من غيره، بعد ذلك يقول للناس أنتم اختاروا الحاكم، ما يصير، هذا خلاف العقل، والناس يختارون واحد غير معصوم يخطئ في الدماء، في الأموال، فضلا عن أن غير المعصوم قد يعصي، فإذا الله سبحانه وتعالى حكيم إذا عصمه وعلمه فلازم ذلك أن يجعله هو الحاكم وأن, وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ لا يزل يعني زلل المقصود هنا به المعصية لا يعصي لا العصيان لا يصدر منه ولا يخطئ سواحد مثل سائر الناس يمكن يكون مؤمن متدين ورع لكن قد يخطئ فلم يرتكب معصيه في خطئه اذا لم يكن مقصرا في ذلك لكن الرسول صلى الله عليه واله لعصبته لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق وفي هذا الرد لمن يزعم ان الرسول صلى الله عليه واله معصوم في تبليغ الاحكام فقط الجواب كلا الرسول معصوم في كل شيء الآية تقول وما ينطق عن الهوى هذا النطق ليس خاصا بقراءة القرآن ولا ببيان الأحكام حتى في أمور العادية إحنا أحيانا نخطئ في كلامنا تريد تتلفظ لفظة خطأ تتلفظ لفظة أخرى مثلا يمكن لكن الرسول صلى الله عليه واله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كل كلامه انما هو ينطلق من الوحي لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتادب باداب الله يعني الرسول صلى الله عليه واله كانت الى القابليه لماذا؟ لان الله اصطفاه يمكن انت واحد تعلم بس ما يتعلم لان ما له قابليه واحد تادب لكن لا يتادب لان ما له قابليه لكن الرسول كان مصطفى يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه اجتباه اختاره والله على كل شيء قدير فلذا فتأدب بآداب الله <applause> بعد ذلك الرسول تادب باداب الله، الله سبحانه وتعالى اعطاه منصبين من ضمن مناصب كثيره. المنصب الاول الولايه على الناس. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هذه الولايه على الناس. حتى اولى منه في نفسه. يعني حتى في قضايا الخاصه اذا الرسول امره لازم يطيع. السبقيه الولاه ما له ولايه في الامور الخاصه إلى ولايه في الامور العامه يعني ليس الحكام حتى في الدول الديمقراطيه مثلا ما له حق يجبرك على ان تتزوج بمن او تطلق من نعم في الامور العامه له الولايه يدير البلد في القضايا اللي ترتبط بالجميع لكن الرسول صلى الله عليه واله اولى بالمؤمنين من انفسهم حتى في قضاياهم الخاصه مثل قضية زينب بن جحش هي كانت تريد أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وآله لأن هي شريفة من أقرباء الرسول كانت هي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وآله فكانت تريد أن تتزوج من الرسول لكن الرسول اختار لها زيد بن الحارثة وزيد بن الحارثة كان رقا عبدا في الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وأعتقه ويقال إنه كان أسود لكن الرسول أراد إبطال عادة جاهلية المسلم كفء المسلمة مثلا بعض المذاهب الإسلامية يجعلون هذه الكفاءة الاجتماعية ملاكا في الزواج وهذا يخالف شرع يخالف القران يخالف السنه الكفاءه الشرعيه هي في الاسلام المؤمن كف المؤمن والمؤمن كفو المؤمنه هسه كانوا من العرب من العجم من الفرس من الترك من الاسود ابيض احمر ماكو فرق ما دام هذا مسلم فهو كف المسلمه ما دام هي مسلمه فهي كف ذلك المسلم حتى لو كانت من اشراف العرب وكان مثلا من مجاهيل المناطق النائية ماكو فرق ما دام مسلم انتهى الأمر ما دامت مسلمة انتهى الأمر زين هذا زيد ابن الحارث عبد أسود الرسول اشتراه واعتقه الرسول أمرها أن تتزوج منه هي رفضت نزلة الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فاضطرت تقبل. لكن هي كانت تكرهها فصارت مشاكل بينهما الى ان ادى الى الطلاق. لكن الغرض حصل، الغرض شنو هو؟ ابطال عاده جاهليه. ثم بعد ذلك حكمه اخرى الرسول تزوجها لكي يبطل ايضا عاده جاهليه اخرى. على كل حال فالرسول صلى الله عليه واله له الولايه العامة والولاية الخاصة هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه الولاية منحها لأمير المؤمنين علي بأمر من الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير ألست أولى بكم من أنفسهم؟ قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه الحديث المتواتر الذي رواه الفريق هذه الولاية في السلطة والولاية التشريعية بعد ذلك الرس إمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين بعض الأمثلة في ولاية الرسول التشريعية نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين